السلام عليكم. غادي نعاود لك بحال اخرى طاقه الايجابيه خلينا من الحياه المؤمن. شحال لي ما خرجت بوحدي حتى جبرت راسي فهاد القصار هنا بدات الحلامه ديالي. ودابا جات الساعه بسم الله توكلنا على الله. هذا الفيديو هذا تشوفه في العشيه ولكن يقدر ينفعك في الحياه ديالك كامله. وشوف على دراما كانت سوقالي هادي هادي خايبة تسمع بداية هادي خوتي ديالي بكل صراحه كاينه واحد الاجواء اللي كنفتقدوها في الحياه اليوميه ديالنا. نعطيك واحد المثال كيفاش عامل. هي دابا لاحظنا الكبير والصغير كلشي بلي بالتليفون الوقت ديالنا كامل فين كيمشي واحد الحاسس اللي هما تافه. اليوم خرجت بوحديت حيت دائما ديك صحابك اللي غادي يكونوا معاك غيجي واحد النهار وغادي يعيط. نفس الوقت ما يكونوش معاك دائما. كاين اللي خدام كاين اللي ماكرهش يكون معايا لكن الظروف ديالو ما كتحكملوش. وقبل كلشي نعرفكم على هذا الموطا فين انا بالضبط. هذا واحد الموطا اللي بدينا كنفتقدوه حيت ما بقاش كيما كان وما كاينش شي واحد كيسكن في طنجه وما كيعرفش منار المناظر الجميله اللي كاينه هنا. غادي يجي واحد النهار اللي خصك تخلص عاد تشوف بحال. المهم الرساله ديالي واصل. انا من ديك النوع اللي ما عنديش مشكل نكون مع الاصدقاء ولا نكون بوحدي. الهدف عندي هو نعيش اللحظه. ابسط حاجه عندي ما عنديش نخرج نمشي نفوج جيني شي فكره خصني نمشي نعمل. حتى الا كنت من ديك النوع اللي ما كيقدرش يخرج بوحديتو غنقول لك ما هذا الفيديو هذا خصك تحاول ما امكن تخصص واحد النهار اللي تخرج فيه بوحدك. اسهل طريقه هي تشعل فحام بالشمع. واليوم اخي ابراهيم شنو غادي توجدنا بيني وبينك ماشي الهدف متسوج. الهدف هو تحس بالراحه النفسيه ديالك. اي واحد الهضره دائما كنقول هي فهاد الحياه هذه كنعيشوا الضغوطات بزاف. يعني الانسان ضروري خصو يمشي للطبيعه ضروري خصو يفوج حيت كلشي رجع معصب. جبت معايا الكفته والصراحه اللي كتب الله شريت 15 درهم اللي رجعت سكاتو دويخه وصافي. وغادي نطرطق عليها واحد البصله انا كتعجبني بهذه الطريقه وبزاف المتابعين ديالي قالوا لي اخي ابراهيم علاش كتعذب راسك شري شي حاجه وديها معاك. باش ما نجاوبش كل واحد بوحديتو غادي نحاول دابا نجاوب كلشي. الا مشيتي وما عملتيش هذه الخرجه هذه وما حاولتيش ما امكن تعمل شي حاجه كما كان ناوي ديالك ديك الساعه يبقى جالس في الدار وصافي. ودابا باش ما نهضرش بزاف نحاول ما امكن نخليكم تحسوا بالجو. هي الكفيته ديالي طاب ودابا جات الساعه اللي غنعملوها في الطبيله ديالنا. وبس عجبك واحد الحاجه بس عدل شي حاجه على فحم اولا على العود. واخا تعدل كواس حال تعدل معاه لا جداد ولا لحم سبحان الله العظيم كتجي فيها واحد اللذه. ودابا نعدل ديك التكيكه ديالي حيت لما شربت شي اتاي ما كتكملش النار. وفي الخيمه ديالي الا بغيت ندخل نرتاح نرتاح. وهنايا كنبقيت كنفكر وبقيت كنشوف المناظر وملي كنشوف المناظر بحال هيدا ديكوراس بحال هيدا كنقول فعلا المغرب احسن بلاد في العالم. لا بلاتي بلاتي مور هاد البارتي هذا نشرح لك علاش قلتها. اخوتي ديالي كنكون في شي مطاع بحال هيدا بوحديتي خصوصا الصباح بكري كنحس براسي بواحد الهواء مزيوان كالم وسبحان الله العظيم كتعرف واحد الجو يا سلام. ودابا غادي نكمل لكم على الموضوع ديالي. حيت فعلا هذاك اللي يكون عنده فلوس يكون صحاب له كامل بنادم عنده فلوس وسبحان الله العظيم ديك الفاقر اللي ما عندوش فلوس يكون صحاب له بنادم كامل ما عندوش فلوس. وكتجبر واحد فقير رافد الهم من واحد عنده فلوس. بعض المرات ملي كتكون كتسوق في الشارع وغادي يلاحظوها الناس اللي كتسوق الطونوبير الا لاحظتي معايا شكون كيبقى يدابز مع بعضياته هو هذاك اللي عنده الطونوبير بين جمنين 10 د ملايين. ولكن هذاك اللي عنده الطونوبير ساويه مكثر مع 10 د ملايين هذاك كتجبره ما كيدابز مع حتى واحد وخا تعمل معاه شي فالطه ما غتشوف منه ترى الدفع. نخدموا العقل ديالنا قبل ما نفكروا نعملوا اي حاجه. الا قلت لك انا اللي كنصور لك هذا الفيديو هذا ليل كامل وانا خدام من 10 د الليل ل 6 د الصباح. بلاتي بلاتي مول الضا كنكمل لك. الهدف ديالي من الفيديو هذا هو الانسان يحاول ما امكن ما يبقاش مضغوط في الخدمه. الا قلت لكم انا بيدي كنت خدام بالليل ولكن ملي كنبقى الخدمه نضر خدمه نضر نفسي ديالي كتمرض. قبل ما نبدا الفيديو انا كنت ضروري يعني الا كنت خدام بالليل مثلا وجيت في الصباح كنحاول ما امكن نشبر طرام 120 نزل في مالاباطا ونمشي نتمشى على بلايا ونقدر نوصل ما نلقى على حسب الجهد ديالي. كتشوف الناس كيتريدوا الناس خارجين هي فعلا كتجي عيان يعني كتضرب سمارة يعني انا من ديك الناس اللي كيضربوا سمارة. ولكن يعني ملي كتجي كتبدا هذا الجو كتحس بواحد الراحه النفسيه هذاك النعاس ما كيبقاش. ولكن الا كنت مشيتي للدار ونعستي كل مأكد غادي يجيك الإرهاق النعاس الملل تحس براسك بزاف ديال الحاجات. حنا كنعيشوا هاد الحياة هادي الضغوطات عيش نهار تسمع خبر يعني كنحاولوا ما أمكن
نعيشوا نهار ونغدا يرحم الله الى طور ربي في العمر. ودابا بلاتي نفطر باش من بعد نسالي الفطور ديالي ضروري ما نمشيو نشوفوا ديك القصر، نحاولوا ما امكن ندخلوا لداخل ونشوفوا الاجواء الجميله ونشارك معكم هاد الصباح. الحمد لله محدي عند هاد المتابعين والناس اللي كتشجعني بعد الكومونتيرات اللي كنقراهم كامل، واخا نبان لك بعض الاحيان ما كنجاوبش ولكن كنقرا واحد واحد. شكرا بزاف لاي واحد كيعمل كومونتير، شكرا بزاف الناس اللي كتتابعني، الناس اللي قديمه والناس اللي جديده. الانسان دائما كنقول لكم كنتقاتل باش نوصل لديك الاحلام اللي كنحلم بها، وباش ما نطولش عليكم بزاف نخليكم تعيشوا معايا هاد الاجواء هذه الموسيقى اللي غتدخل ده. وما تنساش تبارطاجي الفيديو هذا باش يشوفوا جميع الاصدقاء ديالك وطاقي ديك صحابك اللي تقدر تخرج معاهم. جيو لهاد الموطا هذا ان شاء الله. على برودة هنايا، والصراحة هنايا خصو يطيب شي طاج. صراحة ملي كتدخل هاد الموطا هذا فعلا معلمة تاريخي، وهاد القصر هذا راه عنده واحد التاريخ إلا جينا هضرنا عليه وفعلا بحثنا عليه خصها واحد فيديو ديالها بوحدي. باش نكونوا عارفين واحد الحاجة، أي واحد أخوتي ديالي عنده شي فكرة، إلا كنتي كتعرف شي موطا وأنا ما كنعرفوش مالك إلا تقول لي فايا نمشيو نكتشفوه إن شاء الله، نمشيو نطلعوا له نمشيو نشوفوا الأجواء ديالنا. الهدف ديالنا هو ببساطة، ولهذا كنقول خذ ديالي كبارين صغارين، إنسان يخرج يفوج، الحياة هي ماشي، العمر ديالنا ماشي كيتزابق معانا. وكنتمنى واحد الحاجة، ربي يرزق أي واحد على النية ديالو، واللي كيقرا الله ينشحو واللي كيخدم مع الناس خصو يعمل ديالو، الله يرزق اي واحد على النيه ديالو. ضروري في هذه الحياه الانسان خصو يكون مجتهد، حيت الا بينتي الكسل ديالك الانسان ما توفقش في القرايه ديالو. ولكن كاينه واحد الحاجه اللي الانسان خصو يخدم يكافح يتعلم شي صنعه، الا مشات مغناتك تترك. وتدي لي نتلاقاو في فيديو اللي ماجي. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم والسلام عليكم.